والعالم ديال المعتقلين الاسماء ديالهم تقرير مفصل على انتهاكات ديال حقوق الانسان في منطقه الريف. الاحصائيات اللي في التقرير تقريبا اللي رصدنا في الاول كانت 45 اعتقال، ومن بعد رصدنا واحد 29 اعتقال، ومن بعد في امزور الثاني كذلك شي 29 اعتقال. حوالي دابا الاعتقالات على حسب التقارير اللي توصلت بها الجمعيه في حدود 80 90 معتقل، ومازال المتابعات كاينه. اليوم كنلقاو الاعتقال ديال الاخت بن عيسى اللي حتى هي تعتقل اليوم، وما عرفناش التطورات اللي كاينه دابا حاليا في منطقه الحسيمه شنو فيها. اللي كاين واللي باز هو انه اعتقالات مستمره والاحتجاج مستمر، وهذا وضع غير طبيعي، وضع غير عادي. كنطالبوا من المسؤولين باش يتحاوروا ويلقاو حلول مرضيه للاطراف ديال النزاع، من اجل انه الجو اللي هو متوتر حاليا، والجو اللي هو في الحقيقه كيعرف واحد الصراع وواحد التصعيد. هذا الجو هذا اللي في الحقيقه حنا كنتمناو باش يكون تفاوض وتحقيق ديال المكتسبات والمطالب ديال السكان في الريف وكاع باقي مناطق المغرب. الانتهاكات اللي صدها التقرير هو اولا المنع والقمع ديال التظاهرات السلميه، هذا جانب اساسي، وكذلك تعرضوا بعض اللي سميتو للتعذيب، بعض المعتقلين للتعذيب، تيقولوا بانهم تعرضوا للتعذيب غير في الحسيمه، ولكن هذا اليوم بعض المحامين تيقول لك من خلال بعض المحامين المؤازره ديالهم المتابعه ديالهم ديال الملف تيقولوا هناك بعض المناضلين اللي تعرضوا حتى هما للتعذيب حتى في الدار البيضاء، وهذا الشيء حنا ما كناش كنعرفوه، عرفناه اليوم عن طريق المحامين.